مساء الخير على كل المشاهدين، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. تعيش الدولة حالة متميزة من الحراك الثقافي والتنموي بكافة أرجائها في ظل إيمانها الكامل بأهمية مردود قوة مصر الناعمة في تشكيل الوجدان الشعبي وتفعيل استراتيجية ثقافية تستهدف بناء الإنسان المصري القادر على مجابهة تحديات الفترة الراهنة لتحقيق العدالة الثقافية. فقرتنا دلوقتي هنتكلم فيها عن كيفية استعادة الندوات الأدبية والثقافية اللي بتهدف لتحقيق التنمية البشرية من خلال ضيفة فقرتنا دكتور سهام الزعيري، المنسق الإعلامي للجنة العلاقات الإنسانية باتحاد كتاب مصر ومدير منتدى المفكر العربي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدين حضرتك الكرام. في البداية أحب أبدأ مع حضرتك، يعني كلميني عن الثقافة في مصر. الحقيقة طبعا احنا في الفترة الحالية في حراك ثقافي كبير جدا من خلال بعض الندوات وبعض الفعاليات والمنتديات المختلفة والمؤتمرات في شتى المجالات، خاصة المجالات التي تهتم بالشعر والأدب، وطبعا تناول بعض الموضوعات والمناسبات. وطبعا احنا بقى عندنا حاليا عدد كبير جدا من المشروعات الثقافية الخاصة بالإضافة إلى المشروعات المؤسسية. ففي الحقيقة طبعا احنا في فترة ازدهار كبير جدا جدا لانتشار الفعاليات الثقافية المنظمة بشكل يفيد المجتمع، سواء كان على مستوى المصريين أو العرب، لأن احنا طبعا على أرض مصر وطني الحبيب عدد كبير من الجاليات والوافدين من الدول العربية. صحيح. بأمر الله تتعافى هذه الدول أمنيا ويعود الجميع إلى أوطانه سالما غانما. ففي المنتديات والثقافات يجد طبعا يوجد عدد كبير من المبدعين والمثقفين العرب بجانب المصريين. وطبعا هي حالة جيدة جدا للمجتمع ان هذا النشاط الثقافي بيرتقي بمستوى الذوق العام، ومهم جدا لتقدم المجتمعات وجود لغة حوار ثقافية جيدة بين المواطنين وبين الوسط الثقافي في انتشار هذا الحراك بشكل كبير وبشكل رائع ومميز كما هو حادث. وكمان ممكن يكون في جنسيات أخرى برضو بتتحدث باللغة العربية. أكيد طبعا. بالفعل إحنا يمكن كان في المركز الثقافي الروسي من في شهر تحديدا في شهر يوليو قام بعمل ندوة مميزة جدا، وكان بتنسيق من ملتقى بيت العيلة الثقافي. وهذا التنسيق كان في موضوع مرور 50 عام على إنشاء قناة السويس. وكانت فعالية منظمة بشكل جميل، مشاركة ما بين مثقفين مصريين ومثقفين روسيين. طيب ما هو الحراك الثقافي الحالي من خلال النشاط الأدبي في المجالات المختلفة، سواء في المجال الطبي أو في التنمية البشرية؟ في الحقيقة طبعا هو النشاط الثقافي متعدد في كل المجالات، سواء كان في المجال الطبي تم عمل صالون طبي لمناقشة بعض الثقافة وبعض التوعية الثقافية الطبية للمجتمع من خلال تناول على سبيل المثال وليس الحصر موضوع الأورام السرطانية وتناول التغذية السليمة والصحية من خلال نشر بعض الثقافات ومن خلال بعض الإرشادات الطبية من خلال أطباء متخصصين بيتواجدوا معنا في الصالون الطبي من خلال منتدى المفكر العربي. طبعا موضوعات مختلفة. أما عن موضوع التنمية البشرية، هذا موضوع العصر وهذا موضوع مهم جدا طبعا، تطوير الذات الكل بحاجة إليه.
وخاصة في وجود السوشيال ميديا ووجود الانفتاح الكبير على الثقافات المختلفة وعلى العالم كله بين الأطفال وبين الشباب، تنظيم وتنسيق الشخص وتنظيم سلوكه من خلال بعض الإرشادات وبعض الأمور التوعوية من خلال الندوات وتناول بعض الأمور المنظمة للسلوك من خلال هذه الندوات ومن خلال اللقاءات المتعددة، أكيد بالفعل بينمي عنده الفكر الناقد والتفكير الناقد اللي بيخلي الطفل أو الشاب أو الشخص البالغ قادر على الاختيار الجيد والاختيار الصحيح في كل أموره في الحياة من خلال ما يتناوله من ثقافات متعددة على السوشيال ميديا على سبيل المثال. فبنحاول إن احنا نرشد الناس إلى الاختيارات الجيدة والمناسبة في التعامل مع مجتمعاتنا الشرقية، في الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا وهويتنا. فالثقافة لها دور مهم جدا، والثقافة هي تعبر عن هوية الشعوب، لأن طريقة الإنسان في أكله وملبسه وشرابه وطريقة استخدام الإنسان لأسلوب حياه وعادات وتقاليد هي ثقافة الشعوب. فلكل شعب ولكل مجموعة من المجتمعات عاداتها وتقاليدها وثقافتها المفروض المجتمع يحافظ عليها بما يتناسب مع هذه المجتمعات. طيب، يعني في انتشار السوشيال ميديا، حضرتك رأيك إنه الأعمال الثقافية والأدبية اختفت؟ عايزة أقول لحضرتك إن السوشيال ميديا لها إيجابيات كتيرة جدا، خاصة في مجال الثقافة والإبداع والشعر والأدب. الحقيقة السوشيال ميديا بتحقق الانتشار السريع، بتحقق التواصل السريع، والحقيقة يمكن من ضمن أسباب وجود الفعاليات بشكل كبير ومن ضمن أسباب انتشار الحراك الثقافي بالشكل الملحوظ في المجتمع المصري. ويمكن أنا تلمست كوني كشخص يعمل في المجال الثقافي وينظم فعاليات وينسق فعاليات ويدير أيضا فعاليات، ففي الحقيقة أنا وجدت أن ليست الفعاليات والندوات والصالونات تقتصر على القاهرة والعاصمة والمحافظات والمدن، ولكن أيضا القرى والنجوع وكل الأماكن المصرية الآن بها فعاليات يومية. ففي على سبيل المثال في العاصمة بيتم الدعوة لأكثر من فعالية في اليوم الواحد، فعاليات متعددة ما بين أندية الأدب وما بين الملتقيات الخاصة وما بين اتحاد كتاب مصر. اتحاد كتاب مصر به 30 لجنة وشعبة، فالكل يقوم بفعاليات يومية وكل لجنة لها يوم خاص بها لإقامة الفعاليات. وزارة الشباب والرياضة أصبحت بها منتدى للأدب والفكر العربي، يقام مؤتمر كل 3 شهور، و بفضل الله أقوم بتنسيق وتنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وحراك ثقافي رائع ومميز وفعالية نجحت في الفترة السابقة. وأيضا هناك صالون نادي الزمالك الثقافي الذي أديره ومدير له بفضل الله. هذا الصالون يقوم بتناول الموضوعات الأدبية وعرض بعض المواهب للأطفال والشباب، وكبار الشعراء وكبار المثقفين يتواجد في صالون نادي الزمالك الثقافي بشكل منظم، يقام ندوة شهرية في هذا الصالون، موضوعات متعددة وموضوعات مختلفة في المجالات الثقافية. وطبعا نتناول كل الموضوعات، وهي ظاهرة جميلة وظاهرة رائعة. السوشيال ميديا ساعد على التواصل والاتصال بيننا وبين
كل المثقفين داخل وطني الحبيب مصر، واستطعنا أن نجمع العدد الرائع من المثقفين، ونستطيع من خلال السوشيال ميديا الوصول إلى الأعمال الجيدة ونشر بعض الموضوعات الإبداعية وتناولها ونقدها والاطلاع على الجديد والإبداعات المتنوعة. طب إزاي ممكن الندوات الأدبية تستعيد حضورها وبارقها في الجامعات وفي المدارس ما بين الشباب يعني؟ الحقيقة فعلاً بالفعل حالياً في طفرة جميلة جداً متواجدة في وزارة التربية والتعليم بعمل بعض الصالونات في بعض المدارس، وطبعاً في مبادرات كتير جداً من خلال وجودي ك عضو مجلس آباء بأحد الإدارات التعليمية، ومن خلال وجودي كرئيس مجلس آباء لمدرسة تعليمية فحكومية، فأجد أن وجود الأنشطة الطلابية بدأت تعود بشكل ملحوظ، والمواهب والجمال والرقي. يعني على سبيل المثال هناك أكاديمية باسم سمايلي، الحقيقة هذه الأكاديمية تتبنى مواهب الأطفال في المدارس، وهناك تعاون بين هذه الأكاديمية وبين بعض المدارس، ولديهم عدد كبير من الأطفال في المواهب المختلفة سواء كان إلقاء الشعر أو الغناء أو الرسم والفن التشكيلي. عدد كبير من الأطفال الموهوبين. طبعا معروف أن وطن الحبيب مصر يتمتع بشعب جميل وشعب راقي وشعب متميز في كل شيء، وخاصة أن الطفل المصري من أذكى أطفال العالم ولديه إبداع مبكر، فبيظهر ده في عدد كبير جدا من الأطفال. والحقيقة طبعا عندنا معلمات وعندنا شخصيات متعددة بتتبنى هذه المواهب، ومن خلال وجودنا إحنا كمنظمين للفعاليات ومديرين للفعاليات بنستطيع إلقاء الضوء لمن يستحق الضوء من الأطفال ومن خلال الأنشطة المتعددة. بالفعل يا فندم، والدولة مهتمة جدا بالثقافة، وإحنا عندنا في مصر معرض القاهرة الدولي للكتاب، فرأي حضرتك في إيه؟ هل هو فعلا كفاية ولا هو مجرد مناسبة سياحية ترفيهية؟ الحقيقة طبعا معرض القاهرة الدولي للكتاب وخاصة 2022 كوني لي عمل في دار نشر وكوني لي عمل في هذا الوسط الرائع المتميز، ففي الحقيقة كنت أعتقد أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هيكون رواده من الكبار وهيكون رواده من البالغين، ولكن وجدت الأطفال بشكل كبير في صحبة الأسرة، وجدت الشباب بشكل كبير، وطبعا احنا كل الجرايد وكل المواقع تحدثت عن العدد الكبير من زوار المعرض في هذا العام، العدد تخطى 1,000,000 زائر، وفي الحقيقة الاطلاع وخاصة ان الشباب وفئة الشباب دائما كانوا دائمين البحث عن أمهات الكتب، دائما كانوا دائمين البحث عن التنمية البشرية وتخصصاتها في الكتاب، خاصة تطوير الذات، البحث عن موضوعات الخيال والرواية في الفانتازيا والخيال، فكان هناك إقبال غير عادي من الشباب على الفروع المختلفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكانت ظاهرة جيدة وإيجابية. والحقيقة أكثر من كونه سياحة فهو طبعا ثقافة واطلاع ومتجر كبير للكتب، متجر عالمي كبير للكتب، وطبعا يوجد معارض للكتاب دورية للمحافظات بتقام بخريطة منظمة من خلال هيئة الكتب ودار الكتب والوثائق ومع وزارة الثقافة، فكل محافظة لها معرض كتاب من خلال 27 محافظة
في الفترات المتلاحقة على مدار العام، بالإضافة طبعا لأن احنا تم مشاركة منتدى المفكر العربي في متحف الطفل الشهر الماضي، العمل فعاليات وتنظيم معرض للكتاب في متحف الطفل. فطبعا الحراك الثقافي مستمر، ومعرض الكتاب والكتاب ما زال الكتاب الورقي وسوف يستمر طبعا، هو شغف لكل مثقف وشغف لكل باحث عن الاطلاع. طيب ممكن حضرتك تكلميني عن أركان العمل الثقافي المنظم ودوره؟ والحقيقة طبعا العمل الثقافي المنظم، وخاصة أننا نتحدث عن الندوات والفعاليات والمؤتمرات، طبعا احنا بالنسبة لنا بفضل الله تم عمل عدد كبير من الفعاليات ومن المؤتمرات، ويتم العمل من خلال بداية الفكرة. يعني احنا بيتم تحديد الفكرة وتحديد المناسبة اللي بنتناولها، دي بتبقى البداية، ثم تحديد المنصة والفئة المستهدفة للتحدث عن هذه الفعالية أو هذه المناسبة، ثم طبعا إعداد الدعوة والبوستات على السوشيال ميديا، ونبدأ بعمل دعوات خاصة لبعض الشخصيات. طبعا احنا عندنا طبعا الإعلام الخاص بالفعاليات والإعلام الخاص بالعمل الثقافي من خلال عمل بعض الفيديوهات على السوشيال ميديا لترويج الفعالية. طبعا يعني هو أصبح تسويق لهذه الفعالية أو هذا العمل من خلال فريق عمل قبل الفعالية وبعد الفعالية، لابد من طبعا التغطية الصحفية لهذه الفعالية، لابد من التنسيق مع الإعلاميين والصحفيين، لابد من التنسيق مع طبعا المدونين على السوشيال ميديا، ولابد طبعا من عمل مجموعة من البوستات بأن احنا قمنا بهذه الفعاليات وأهدافها، وتحليل بعض الدراسات النقدية إذا كان الموضوع أدبي، ووضعها على صفحتنا، لأن طبعا بنلتقي جميعا على صفحات السوشيال ميديا أكثر، والكل يشاهد الفعاليات، سواء كانت مصورة أو سواء كان تقرير على السوشيال ميديا. طيب هل الشباب المبدعين والأدباء الجدد عندهم الاهتمام الكافي؟ يعني أنا متفائلة طبعا، متفائلة بشكل كبير جدا. يمكن على بالنسبة لتجربتي الشخصية، أنا أشعر أن لابد من نقطة تلاقي. الحقيقة يمكن أنا أبنائي في مراحل تعليمية مختلفة، ثانوي وإعدادي، الحقيقة أنا أحاول أشركهم معايا من خلال العمل، من خلال إن هم بيقوموا بتنظيم الدعوات وكتابة هذه الدعوة وتنسيقها، من خلال صناعة الفيديوهات للفعاليات، من خلال تنظيم هذا العمل، لأن طبعا واقعيا هم أشطر بكثير مننا في هذا المجال طبعا، فإحنا لابد أن نلتقي في نقطة التلاقي. ففي الحقيقة طبعا هناك المواهب الكثيرة ما بين الشباب، سواء في مجال الشعر أو المجموعة القصصية والقصص أو الرواية أو الغناء أو العزف أو الفن التشكيلي أو كل الإبداع بأوجه وأشكاله المختلفة. طبعا الشباب لديهم إبداع كبير، وطبعا احنا بنحاول نتبنى هذه المواهب، بس احنا عندنا مشكله معاهم طبعا واقعيه، في اختلاف كبير في الثقافات بيننا وبينهم، وهم عندهم سرعه اداء بشكل كبير جدا ومهول. وطبعا لازم نكون واقعيين ان هم مثقفين جدا جدا ومنفتحين على ثقافات العالم المختلفه،
على عكس طبعا أجيالنا أو الأجيال السابقة بينا، أو على عكس طبيعتنا إن إحنا تلقينا المعلومة من الكتاب. إحنا تعلمنا بطريقة التعليم، أما هم بيتعلموا بطريقة التعلم. هم عندهم طرق كتير لتلقي المعلومة. طبعاً هم بالنسبة لهم المعلومة متواجدة بين إيديهم في جهاز صغير أو يعني ما شابه ذلك، فهم بالنسبة لهم بزر أو بتاتش بيستطيعوا الوصول عن طريق أي موضوع بيحتاجوه من خلال جوجل، المصادر مختلفة، مصادرهم من خلال المصادر المتعددة على السوشيال ميديا. فهو في اختلاف كبير جدا بينهم، بيننا وبينهم، في طريقه الوصول للمعلومه او اسلوبنا احنا النمطي يختلف عن اسلوبهم الحديث والحداثه. والسوشيال ميديا طبعا ليها دور كبير، والانترنت ليه دور كبير، فشكل وجدانهم وشكل تفكيرهم وشكل وعيهم. فاحنا لابد من ايضا من تطويرنا احنا معاهم. الحقيقة ده كان هيبقى سؤالي التالي فعلا، ازاي ممكن المؤسسات الثقافية تطور من نفسها عشان يعني يكون في اهتمام اكبر بالشباب المبدعين؟ طبعا التطوير في المؤسسات الثقافية ده مهم جدا، والحقيقة طبعا وزارة الثقافة عاملة دور كبير جدا في هذا المجال. ومؤخرا طبعا كانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قامت بعمل مسابقة جميلة ورائعة للشباب المبدعين، وقامت بتوزيع عدد كبير من الجوائز على شباب المبدعين على مستوى المحافظات، وكان موضوع رائع جدا. وحضرت هذا الاحتفال الرائع المميز لتشجيع وتقدير إبداع الشباب. الحقيقة طبعا توالت الأمور الجميلة ما بين وزارة الثقافة وبين المجتمع كله والمجتمع الثقافي. تحديدا يوم 15 أغسطس قمنا بعمل فعالية وكانت بعنوان اليوم العالمي للعمل الإنساني، حب الغير حب الخير ومساعدة الغير. والحقيقة كان التواصل ونقطة الالتقاء بيننا وبين المثقفين ووزارة الثقافة كان منتدى المفكر العربي وفريق العمل. قمنا بتنظيم وتنسيق فعالية رائعة داخل قاعات الأوبرا من خلال عمل ندوة منظمة منسقة جميلة رائعة عن اليوم العالمي للعمل الإنساني. وكان معانا قامات كبيرة، كان معانا الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، ومن وزارة الأوقاف كان معنا الأستاذ الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق. وطبعا كان فريق العمل للتنسيق كان معنا الكاتب الصحفي الأستاذ حسام أبو العلا، كان معنا الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف رمضان، ومن اتحاد كتاب مصر كان معنا رئيس لجنة حماية اللغة العربية الأستاذ أحمد إبراهيم جاد، وطبعا كوكبة كبيرة جدا من المثقفين ومن المبدعين وكبار المثقفين. وتحدث معنا أيضا رئيس نادي أدب مصر الجديدة، وتحدثت معنا الدكتورة سعدية العدلي من كبار المبدعات، ولديها جائزة خاصة بها في أدب الطفل الأستاذة سعدية العدلي، وعدد كبير من المثقفين والمبدعين في الوسط الثقافي. في الحقيقة التواصل بيننا وبين الشباب ووجود الشباب في فعالياتنا أصبحت المنتديات والمشروعات الثقافية مهتمة جدا بهذا المجال. وطبعا واضح جدا وجود أطفال يقوموا بإلقاء الشعر، ووجود واضح جدا طبعا وجود أطفال وشباب بيقوموا بالغناء في المشروعات الثقافية وفي المنتديات والندوات. ومؤخرا أيضا كان هناك مهرجان لطفولة فوق العادة، وكان هذا المهرجان كل من يقوم بالإبداع فيه هو من الشباب ومن الأطفال. فكان رائع جدا ومميز، وهذا المهرجان قد تم في أحد قاعات وزارة الشباب والرياضة، قاعة التعليم المدني. ويعني على حسب ما أذكر الأستاذ أحمد مرسي شاعر متميز، وكانت الأستاذة غادة صلاح هم منظمين هذا المهرجان المتميز. طيب كثير من الناس عندهم حنين لروايات الستينات الجيل الذهبي يعني، ف
رأي حضرتك في الموضوع ده إيه؟ وإزاي ممكن إن إحنا نحاول نخلي الشباب برضو يقربوا من يعني الجيل ده ومن ثقافة الجيل ده ويعملوا روايات بنفس المستوى؟ الحقيقة الرواية دايماً مطولة، ويمكن الشباب لديهم المدونات حالياً على السوشيال ميديا وفن المدونات، وهو نوع من أنواع وأشكال الأدب الحديث. وأيضاً النوفيلا، النوفيلا هي قصة قصيرة جداً، يعني لا تتراوح الثلاث أسطر، والحقيقة برضو الشباب بيكتبوها وبيجيدوا فيها وبيبقى فيها كل أركان الـ 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 القصة. وطبعاً التطور في سلوكيات البشر من خلال السرعة ومن خلال الهبرجة والوقت السريع جعل إن الرواية أصبحت طبعاً الرواية هي أصل الجمال كله طبعاً والإبداع الجميل، ولكن بين الشباب أجد إن هم يفضلوا القصة القصيرة جداً، النوفيلا، المدونات على السوشيال ميديا، ولكن الرواية وجمالها لها جمالها الخاص بها وتظل لها جمالها الخاص بها. وأعتقد من خلال تجربتي في معرض الكتاب مع دار النشر ومع تواجدي كجزء من هذا الدار في المعرض كجناح متواجدة به، أعتقد أن الشباب كانوا بيبحثوا عن الرواية، ولكن نوع معين من الرواية وهي النوع التشويقي، النوع الفانتازيا، النوع الخيال، قصص الرعب، هذه الرواية اللي بتستهوى الشباب. يعني على سبيل المثال قصص الأديب أحمد مراد وما شابه ذلك من الأدب العالمي وأدب قصص الرعب، ولكن أنا لا أعتقد أن الشباب رايحين لاتجاه رواية رومانسية. يعني حتى الفتيات، يعني أعتقد أن ده من خلال ثقافتهم هم مع بعض، من خلال طبعا إحنا شايفين أن في الأنمي والرسومات الخاصة باليابان وبالصين واهتمام الشباب والشباب الصغير والأطفال بهذا النوع من الفن، يعني ثقافة مصدرة، تصدير هذه الثقافة ليهم أصبح ليهم اتجاه معين في الـ 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 الاهتمام بالإبداع أو الاهتمام بالفن. بس إحنا لينا دور كبير طبعا، دورنا إحنا إن إحنا نواجه، دورنا إحنا إن إحنا نقول لهم ونعرض، يعني ده مهم. يعني هم فعلا إحنا واقعيين في موضوعات إن هم بيتلقوا ثقافات كتير من برة، وإحنا طبعا مع بعض في جزئية إن بتدخل لهم. إحنا طبعا يعني دورنا إن إحنا ننشر الثقافة أكتر، ولكن إحنا كلامنا عن الروايات عمره ما هينتهي، وكلامنا عن الثقافة عمره ما هينتهي. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور سهام الزعيري المنسق الإعلامي للجنة العلاقات الإنسانية ومدير منتدى المفكر العربي، بشكر حضرتك جدا على مشاركتك معنا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا هنطلع لفاصل وهنرجع لكم تاني مع فقرة حوارية تانية.